برحب بحضراتكم مرة تانية، وفقرتنا الحوارية النهاردة هنتكلم من خلالها عن شيء بيقلقنا كلنا. يعني مفيش حد فينا ما بيقولش أو ما بيشتكيش من فكرة إن أنا يا جماعة بقيت بنسى، إيه ده أنا مش فاكرة المعلومة دي. إحنا بننسى حاجات كانت سهلة وبسيطة وحاجات عادية جدا كل على طول بنتكلم عنها وبنتكلم فيها. ففكرة إن إحنا ننسى، فكرة إن إحنا ما يبقاش عندنا تركيز، الحاجات دي كلها من أمراض العصر زي ما بيقولوا. طبعا ناس كتيره جدا بتقلق وبتخاف من كتر ما بنسمع عن مرض الالزهايمر، واحنا يمكن بنهزر مع بعض نقول اصلا انا جالي الزهايمر. لا، الالزهايمر ده حاجه تانية مختلفه تماما عن فكره النسيان او عدم التركيز. هي كلها نوع او امراض مختلفه من امراض الذاكره، هنعرف تفاصيلها وهنعرف ازاي الواحد ممكن يساعد نفسه على ان هو يكتسب معلومات مهما طال به العمر، لانه الحقيقه الحاجات دي دلوقتي بقى بيعاني منها نسبه كبيره جدا من الشباب الصغير، مش بس يعني مرتبطه بالشيخوخة أو بكبار السن، لا، كتير دلوقتي بنشتكي من فكرة إن أنا مش عارفة أكتسب معلومة جديدة أو أحفظها، مش عارفة أفتكر حاجات من الزمن الماضي سواء كان قريب أو بعيد. هنعرف التفاصيل الخاصة بأمراض الذاكرة والفرق بينهم وبين بعضهم من ضيفتنا الأستاذة الدكتورة دينا زمزم، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس. إزيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا، إزي حضرتك يا فندم، ويعني مساء الخير عليكي وعلى كل السادة المشاهدين في التلفزيون المصري. اهلا بيكي، منورانا، واكيد النهارده هتطمنينا يعني ان شاء الله. خلينا نبتدي بفكره انه النسيان الاول، يعني فكره ان انا بقول او الناس كلها بتقعد تردد فكره انا بنسى انا بنسى، هو ده شيء طبيعي ان الواحد ساعات ممكن ينسى حاجات، ولا احنا كده طالما بننسى ايا كان الاشياء اللي احنا بننساها يبقى احنا كده في مرحله مرضيه؟ يعني الذاكرة هي عبارة عن مجموعة من المعلومات اللي أنا بحتفظ بيها في المخ، فالمفروض أن أنا بحتفظ بيها وفي نفس الوقت عندي قدرة على استرجاعها. دي من أسمها الذاكرة حسية، اللي هي الحاجات اللي بناخدها من السمع أو الرؤية أو اللمس أو الشم، ودي بتقعد يعني ثانية. وفي الذاكرة قصيرة الأمد اللي هي المفروض تقعد أقل من نص دقيقة، وفي الذاكرة طويلة الأمد اللي حضرتك بتقولي عليها المعلومات بقى المفروض أحتفظ بيها وأحافظ عليها عشان أسترجعها. بس لازم نطمن الناس ان في فرق ما بين النسيان اللي ممكن يحصل لينا كلنا وما بين المرض اللي هو زي الالزهايمر او امراض الذاكره. النسيان ان انا انسى مفاتيحي، انسى مره قفلت البوتاجاز ولا لا، انسى رقم تليفون او اسم حد، وده ممكن يحصل للناس كلها ودلوقتي بالاخص. مع ان انا بعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت فمش منتبهه وانا بعمل الحاجه او مركزه فيها، فالمعلومه ما بتتسجلش ما بستدعيهاش. لو انا عندي قلق، لو انا عندي توتر، لو انا مش بنام كويس، او لو في ادويه معينه باخدها ممكن شويه تاثر على التركيز. أدوية لعلاجات اخرى يعني ادويه للحساسيه، ادويه ممكن اخدها للصداع النصفي، ادويه ممكن تبقى مسكنات الم شديده، كل الكلام ده ممكن ياثر على الذاكره ويخليني انسى شويه. ما ننساش برضو في نفس الوقت ان اسلوب الحياه اللي انا بعمل فيه اكتر من حاجه في نفس الوقت، انت عارفه يعني الناس بتشتغل كانها بايديها ورجليها، يعني صحيح. انا بتكلم في الموبايل وبحط الحاجه في حته وعيني على اللي بيذاكر وعيني على حاجه في المطبخ، كل ده بيخلي فيه كذا معلومه في نفس الوقت، فالمخ صعب عليه ان هم يسجلهم كلهم وقت واحد، فممكن يسجل اللي شايفه مهم ويرمي الباقي. فممكن وانا بتكلم في الموبايل وبعمل حاجه، الحاجه اللي انا سايباها او شلتها او كده ما اعرفش حطيتها فين او ما اقدرش. تمام. لكن الفرق ايه؟ ان في النسيان العادي المفروض ان انا اقدر امارس حياتي طبيعي، ان انا لو حد فكرني ان انا اقدر استرجع المعلومه وافتكرها، وان انا لو رتبت او نظمت الدنيا وشلت العوامل الثانيه زي القلق والتوتر وقله النوم او الادويه المؤثره او كده، ان ترجع الدنيا كويسة وما يبقاش فيها مشكلة. ده فارق بقى عن الحاجة المرضية. قبل ما نخش في الحاجة المرضية برضو، لأنه الحقيقة أنه كل اللي أنت قلتيه ده، يعني زمان كنا نقول إيه، أصل هم كبروا في السن فابتدوا ينسوا، يعني إحنا دلوقتي بنعاني منه ناس صغيرة في السن. ما هو حضرتك لو حطيتي بقى ضغوط الحياة اللي موجودة على الناس الصغيرة في السن، الحاجات المعيشية اليومية اللي مطلوبة، الحاجات اللي فيها إلهاء زي ما بقول لحضرتك إن بستخدم الموبايل أو عيني في حاجة تانية فبعمل أكتر من حاجة في نفس الوقت، أو لو إحنا ما بنمشى وبنستخدم أدوية زي ما قلنا حاجات فيها ممكن تبقى المهدئات، يعني ده أو أدوية الصداع، ناس صغيرين في السن برضو يعني نفس طبعًا. القلق والتوتر والنفسية وقلة النوم
من العوامل اللي هي ممكن فعلا انها تأثر على الذاكرة من غير ما يكون عندي مرض في الذاكرة او الزهايمر. طب ده فكرة النسيان، لكن فكرة كمان انه اكتسب معلومات جديدة. يعني زمان مثلا الواحد كان بيحفظ بسهولة جدا، دلوقتي كلنا بنعاني من فكرة الحفظ، يعني حتى ما بقيناش نقول زي الاطفال الصغيرين، يعني احنا بنحفظهم حتى لو هم يقول لك انت حافظ مش فاهم. يعني دلوقتي احنا بقينا بنلاقي صعوبة في ان احنا نحفظ، يعني مثلا عشان احفظ رقم تليفون لا صعب، عشان احفظ نمرة عربية صعب، عشان احفظ اي حاجة بقيتش العملية سهلة زي زمان. هو مع السن لازم نبقى عارفين ان في نسبة من الصعوبة في التعلم او نسبة نسيان ممكن تبقى مقبول، ففعلا الواحد كل ما يكبر كل ما قدرته على ان هو يحفظ بصورة اسرع او يستوعب بصورة اسرع فعلا ممكن تتأثر. فالواحد لو قارن نفسه من 10 سنين او من 20 سنة فاتوا ممكن يبقى فرق، لكن لو انا مقارنة باقراني في نفس الوقت في مشكلة هنا، لا لازم الواحد يكشف عشان يطمن انها مش حاجة مرضية. انما لو بقارن نفسي من 10 سنين او من 20 سنة ممكن طبعا يبقى في صعوبة. طب هسألك على حاجة محتاجة ان انا اركز عشان احفظ، اللي هي حاجات العصر دلوقتي. يعني احنا دلوقتي التكنولوجيا الحديثة بقت خلاص موجودة في كل مكان حوالينا، بنلاقي انه في ناس، خلينا بعد كده هنا عن كبار السن، عشان وكبار السن هنا مش بقصد يعني الثمانينات مثلا او كده، بتكلم مثلا في ناس عندهم 60 70 بنلاقيهم صعب عليهم احيانا، بعضهم بيكتسب وبيتعامل مع الموبايل واللابتوب والكمبيوتر وكل حاجه، والبعض الاخر لا مش عارف يكتسب. هل ده عنده مشكله ولا ده عدم اهتمام؟ الحقيقه ممكن يكون حاجتين. حاجه الاولانيه ان حضرتك عارفه ان الناس كل ما بتكبر في السن بتبقى ريجيد او عندها صعوبه في اكتساب المعلومات، او زي ما نقول رفض في تغيير نمط حياتي. تمام. فلو أنا نمط حياتي متعود على ورقة وقلم أو إن أعمل حاجة بأسلوب معين ممكن يبقى مش سهل إن هو نفسيا إنه يتقبل. تمام. فكرة تغيير. تمام. نمط الحياة. والجزء الآخر منه ممكن يكون النسيان المصاحب كبار السن، والجزء الثالث ممكن يكون حاجة مرضية. إنه ممكن يكون في أمراض تانية حتى مش ألزهايمر، حاجات ليها علاقة بالغدة الدرقية، بالسكر، بأمراض القلب، بالضغط، حاجات ليها علاقة بالأوعية الدموية، ودي ممكن تأثر طبعا على القدرات الذهنية وتأثر على قدرة المخ على إن هو يستوعب أو إنه يسجل معلومات جديدة. يعني ممكن حاجات تانية تأثر على الذاكرة والانتباه والتركيز غير الألزهايمر. ومنها طبعا الحاجات اللي بتأثر على الدورة الدموية بصفة عامة، ودي مع الأسف بقت شائعة. يعني دلوقتي من أمراض العصر الحديث الضغط في سن بدري. صحيح. السكر لو الناس صلوا شرايين، السمنة، ارتفاع الكوليسترول، والحقيقة بيزود الدنيا والطينة بلة هي بقى العادات الغذائية الخطأ اللي فيها الدهون المشبعة أو التدخين. فدي من الحاجات برضو اللي ممكن أنها تبقى مؤثرة. طيب احنا يعني كده خدنا فكرة عامة عن الحاجات اللي هي حاجات بسيطة وطبيعية وبيتم التعامل معها طبيا برضو. يعني الحاجة الأصعب بقى اللي هي الألزهايمر، اللي هي الناس دلوقتي بقت ساعات تاخدها بضحك أو بهزار وتقول لك أصل أنا شكلي جالي ألزهايمر. لا، إحنا عايزين نقول لا، إنه محدش يقول كده، لأنه الألزهايمر ده مرض ومرض صعب كمان. فنوضحه بقى، والألزهايمر ده يعني رغم إنه بقاله سنين لكن لازلنا لغاية دلوقتي ما بنسمعش برضو إنه اتوجد له علاج أو إنه بقى سهل التعامل معاه. يعني هل ده حقيقي؟ الحقيقة الألزهايمر هو مش ذاكرة بس، الألزهايمر ده عبارة عن تلف بيحصل في خلايا المخ. الحقيقة بيأثر على الذاكرة، بيأثر على السلوك، بيأثر على التفكير، بيؤدي طبعا إن حياة المريض والمصاحبين حواليه كلهم. صحيح. يحصل فيها لخبطة، سواء الحياة الاجتماعية أو حتى لو في شغل أو أكتيفيتي بيقوم طبعاً. بيها أو الحياة العملية. الألزهايمر الحقيقة في عوامل ممكن تبقى متعلقة بيه، نسبة 1% بس الوراثة فيه، والحمد لله يعني دي حاجة يعني من رحمة ربنا طبعاً. ان الوراثة فيه مش عالية. لكن طبعا لو في عيلة فيها الزهايمر يفضل لو انا ابتدى عندي يحصل اي مشاكل في التركيز او الذاكرة او الانتباه ان انا برضو اروح لطبيب باطني امراض مخ واعصاب عشان اطمن ان مفيش مشكلة. بيحصل اكتر في السيدات عن الرجال. ليه بقى؟ يعني استعداد كده ممكن كتير. يكون يعني استعداد يعني علشان برضو الناحيه النفسيه فيه. بيحصل مع السن، وده اهم عامل من عوامل الالزهايمر. احنا بنعتبر ان الالزهايمر ممكن يحصل من فوق سن ال 65، تحت ال 65 عاده بيبقى بدري ومش السن الطبيعي بتاعه.
نسبته تقريبا 4% من البوبوليشن او المجتمع من سن 65 لسن 75. كل ما بيكبر السن كل ما بيزيد استعداد الالزهايمر. فوق سن ال 85 او من اول سن 85 50% من الناس اللي عايشه فوق سن ال 85 او من اول 85، ربنا يدي اهالينا طبعا الصحه واجدادنا لو حد عنده جدود، 50% ممكن يبقى عندهم مرض الالزهايمر. ايه العوامل التانية اللي ممكن تزود استعداد الالزهايمر؟ حتى لو احنا كنا واخدين بالنا، يعني حتى لو كان في احتياطات سابقه، 50% هيبقى عنده الاصابه. الحقيقة العوامل التانية اللي ابتدت تزوده أو تخليه يظهر في سن بدري شوية، العوامل اللي ليها علاقة بالدورة الدموية، الناس اللي عندها ضغط، الناس اللي عندها سكر، الناس اللي عندها دهون، الزيادة بتاعت الوزن، التدخين. والحقيقة هو ده اللي خلانا بقى نشوفها في قبل 65، ممكن يعني نشوفها بدري شوية أو بكثافة. والحقيقة كمان لقيوا أنه مرتبط بمستوى التعليم أو نقدر نقول النشاط الذهني. كل ما كنا عندنا نشاط ذهني أعلى، كل ما كنا مثقفين أكتر، كل ما كنا أكثر عرضة. مش شرط تعليم، لا بالعكس، لو أنت بتشغلي مخك أكتر يقل استعدادك للألزهايمر. والله أنا كنت بقى يعني قريت وسمعت أنه الألزهايمر ده بيطلق عليه مرض العباقرة، يعني يقولوا اللي بيستخدم مخه زيادة عن اللزوم هو اللي بيبقى أكثر عرضة للألزهايمر. لا، هو ممكن يبقى أكتر في الناس اللي بيجي لها بقى ديبريشن أو اكتئابات. هم لقيوا أن الناحية النفسية والاكتئاب من عوامل الخطورة اللي ممكن تسبب أو تساعد على الظهور المبكر للألزهايمر. احنا اعتقد انه يعني ريجن رئيس الولايات المتحده الامريكيه اصيب بالالزهايمر. يعني هو السبب السادس للوفاه عالميا. فهو يعني من الحاجات برضو اللي هي يعني مع الاسف الشديد ممكن انها تؤدي للوفاه، فهو السبب السادس للوفاه عالميا. بس طبعا كل ما المجتمعات اتحسن فيها المستوى الطبي واعمار الناس يعني طولت، كل ما هنشوفه اكتر، لان احنا قلنا انه 50% من اول سن ال 85. طيب حضرتك قلتي انه ده بيبقى تلف في خلايا المخ، يعني ضمور في خلايا المخ، مش كده؟ طيب يعني قلنا مسببات كتيره جدا، بس انا عايزه ارجع فعلا عشان السن الصغير، يعني فكره التدخين، هو مش التدخين في حد ذاته، هو تاثير التدخين اللي هو بيسد شرايين فبيأثر طبعا. لا، التدخين في حد ذاته برضه يعني هو توكسيك، في مواد توكسيك يعني. يعني التدخين في حد ذاته سام او غلط، وفي نفس الوقت تاثير التدخين بقى على الاوعيه الدمويه والشرايين. ان هو طبعا التدخين بيعرض اكتر لاصابات بامراض القلب او للاصابات بامراض المخ والجلطات. وما الى ذلك طبعا، ان هو ممكن. طيب خلينا نتكلم شويه عن التغذيه، يعني فكره الدهون زي ما حضرتك قلتي دي طبعا موجوده في الوجبات السريعه اللي احنا كلنا دلوقتي يعني عايشين عليها، الشاي، القهوه، الحاجات اللي هي المنبهات ديت، ايه اخبارها؟ الحقيقه بقى يعني من الصور الشائعه اللي بتتحط انها من اسباب الالزهايمر او اللي بتزود استعداد الالزهايمر او بتاثر على الذاكره بدري، هي صوره الوجبه بتاعه البطاطس والبرجر. فدي الصوره التيبيكال بتاعه الاكل المشبع بالدهون اللي هي البطاطس المحمره ووجبه البرجر دي، انها من الحاجات اللي ممكن ان هي تسبب او النوع ده من الوجبات ان هو يسبب الالزهايمر. على عكس بقى ما الناس فاكرة، الشاي والقهوة من الحاجات الكويسة للذاكرة. فإحنا لو بناخد شاي أكتر من 3 لـ 5 كوبايات وبناخد قهوة بنفس المعدل، لو ما عنديش ما يمنعهم، يعني ما عنديش رعشة، ما عنديش أرق، ما عنديش مشكلة نبض عالي، ما عنديش توتر، الحاجات دي، لا، من الحاجات الكويسة جدا هي الشاي والقهوة. أكتر من 3-5 من 3 لـ 5 كوبايات. أوكي تمام يعني. طيب حتى الشاي الأسود من الحاجات اللي نزلت حديثا عليه إن هو مضاد أكسدة، فدي من الحاجات الكويسة للشرايين والأمراض القلب والأمراض الجلطات بتاعة المخ. ومن الحاجات اللي ليها علاقة بالكولاجين والحاجات في السيدات. تمام، يعني الشاي مش وحش. يعني الشاي كشاي بس الشاي. مش شاي بقى بمنكهات أو شاي أخضر؟ لا، يفضل يبقى طبعا من غير سكر، لأن احنا طبعا السكر الأبيض هو اللي فيه مشكلة. يعني السكر الأبيض دلوقتي داخل انه من اهم المسببات للكوليسترول. صحيح. وللدهون يعني. صحيح. اكتر من الدهون نفسها. لا انا اقصد بس يعني اللي هو الشاي الاحمر العادي ولا ممكن شاي اخضر، ممكن شاي بالفاكهه، يعني دلوقتي بقى في حاجات كتير. الشاي العادي بتاعنا يعني. اوكي تمام. طيب برضو خلينا نقول الحاله النفسيه، احنا سمعنا عنها كتير قوي، يعني الناس اللي بتصاب بالالزهايمر دي عاده بيكون اصيبت بضغط نفسي عصبي، بمشكله تعرضت ليها في حياتها وما قدرتش يعني تصدها او تتعامل معاها. الى اي مدى الحاله النفسيه بتؤثر؟ الاكتئاب
أو الدبريشن من العوامل اللي ممكن إنها تسبب الألزهايمر أو تظهره مبكر. أوكي. لكن هو الألزهايمر نفسه في مراحل من مراحله بيحصل فيها اضطرابات نفسية واضطرابات في التفكير، فالمريض في مرحلة من مراحل الزهايمر ممكن فعلا إن هو يخش في اكتئابات، وممكن يخش في اضطرابات برضو فكرية، إن هو ممكن يخش في هلاوس أو أفكار خاطئة أو ضلالات أو أوهام، وده بيبقى جزء من الأعراض بتاعة المرض، لأن هو ليه مراحل، فممكن مرحلة من المراحل يظهر فيها كده. فهو ممكن يبقى مسبب للألزهايمر زي الدبريشن أو الاكتئاب من عوامل الخطورة اللي ممكن تظهره، وممكن يبقى عرض أو ناتج نفسه عن مرض الألزهايمر. احنا هنا بنتكلم عن حاجة الواحد هو اللي يقدر يحكم بيها على نفسه، ولا المحيطين بيه هم اللي ياخدوا بالهم إن أنت خلي بالك أنت لازم تروح للدكتور؟ هو الألزهايمر مراحل، المرحلة الأولانية منه مع الأسف بتبقى تغييرات على مستوى خلايا المخ، ودي ما بتطلقتش غير بفحوصات دقيقة أو لو إحنا شاكين أو بنعمل أبحاث أو بنشوف على قرايب المريض. المرحلة الثانية بيبقى فيها ضعف إدراكي بسيط، يعني إن العيان حاسس إن في حاجة مش مظبوطة قوي، بس قادر إنه يتعامل ويتعايش. وغالبا لو حد مثقف او عنده حد في العيله مصاب بالالزهايمر ممكن يكشف في المرحله دي. معظم الناس ممكن انها تعدي المرحله دي وما تاخدش بالها. المرحله الثالثه هو الالزهايمر البسيط، دي بقى اللي بيبتدي يبان فيها فعلا. تخيلي دي المرحله الثالثه، يعني لا الاولى ولا الثانيه، اللي هو بقى يبتدي يشوف ناس مش عارفهم، يبتدي لا اللي هو بيبتدي يحصل فيها مشاكل في الذاكره، وبالذات الذاكره الحديثه او القريبه، فهو يفتكر البعيد كويس انما ما يفتكرش الحاجات القريبه كويس. وفي المرحلة دي ممكن ان هو ينسى الأحداث القريبة، يبتدي ان هو يبقى عنده يعني مشكلة في الحكم على الأشياء. أيوة. مشكلة ان هو الشخصية تبتدي يبقى فيها مشكلة في اتخاذ القرارات، ممكن يبقى فيها حدية في التعامل، يعني الشخص يبتدي يبقى عصبي شوية في المرحلة دي، يبتدي يبقى منعزل من الناس، يعني مش عايز يشارك، مش عايز يتعامل. ويبتدي حتى الاهتمام الشخصي بنفسه او بنظافته او بحاجته انها تبتدي انها تتأثر شوية، يبتدي يبقى فيها انسحاب شوية. المرحلة الرابعة اللي بعد كده اللي هو المتوسطة بيبتدي يبقى محتاج مساعدة في حياته اليومية بقى. بيبتدي اهتمامه بنفسه، بنظافته الشخصية، انه يفتكر انه اكل او لا، انه يفتكر الناس اللي حواليه واسمائهم وتليفوناتهم وحاجتهم يبتدي يروح، واللغة تتأثر. يعني ما يبقاش فيه طلاقة في اللغة، تبقى فيه كلمات قليلة، ممكن الجمل ما تبقاش واضحة قوي في المرحلة دي. وطبعا يبقى فيها مشاكل حسابية، ممكن تبتدي من المرحلة اللي قبلها بسيطة، بس هنا تلاقيه مش عارف بقى انه يعني يتعامل مالي. المرحلة اللي هي بيبقى فيها بقى تأثير على الحركة، على البلع، بيبقى تقريبا يعني ملازم فيها الفراش او ما بيتحركش، وما بيبقاش فيها كنترول قوي على حركه يعني والتحكم. خلينا نشبهها هي كده برضو التشبيه اللي انا دايما كنت اسمع عنه، زي البيبي، انه زي البيبي بيرجع كانه بيبي صغير محتاج. وهنا بقى تبقى دور الاسره بقى، يعني مريض الالزهايمر دايما الاطباء يقولوا هو محتاج حد يراعيه اكتر ما هو محتاج علاج. حضرتك هتقولي لنا دلوقتي هل في علاج فعلا، والى جانب العلاج الى اي مدى فعلا مريض الالزهايمر بيكون محتاج للمحيطين بيه، للاسره، للحنية، للاهتمام، للرعاية؟ يعني الحقيقة حتى الآن مع الأسف مفيش علاج نهائي للألزهايمر، لكن طبعا كل ما ابتدى المريض ان هو يتشخص بدري وقدرنا ان احنا نتحكم في العوامل التانية، يعني لو عنده ضغط زبطناه له، السكر زبطناه، زبطنا الدهون، ابتدينا ان احنا ناخد بالنا من التغذية. دلوقتي التغذية ليها دور كبير، يعني بيتكلموا على خضار، على فاكهة، على أسماك، بالذات التونة والسلمون الفريش طبعا. تمام. بنتكلم على البقوليات، العدس، الفاصوليا، الحاجات اللي زي دي. بنتكلم على إن العيان ياخد مكسرات مش مملحة، يعني نشيل الملح من الأكل، نشيل السكر الأبيض، ده فارق جدا. أي نوع من أنواع الرياضة أو الحركة، تقريبا 150 دقيقة في الأسبوع متقسمة. تمام. يشرب كمية مية وفيرة. نبتدي بقى نخش بالأدوية اللي هي بتحسن الذاكرة شوية. تمام. دي برضو واحنا بنحد هنا من التدهور، بنبطأ. وي ار باينج تايم، يعني بنبطأ. وطبعا الحياة الروتينية بقى، يعني يفضل ان المريض ما يتنقلش كتير بين كذا بيت، ان احنا نحط ستيكرز او حاجات في البيت عشان تبقى الدنيا بالنسبة له نقدر نذكره. نبتدي ننبهه ان هو يبتدي يكتب في المراحل الاولانية. ولو وراه حاجات يعملها وندي له حنان بقى ورعاية. الناحية النفسية مهمة جدا. جميل. ووجود الاهل والاقارب اهم من وجود الرعاية التمريضية. صحيح.
صحيح. فده ضروري جدا. هو موضوع شائك وموضوع كبير، بس احنا طمنا الناس النهارده بمعلومات، يعني نحاول ان احنا ناخد بالنا ونحاول ان احنا نهدى، ما نبقاش متخوفين من فكره ان احنا كلنا عندنا الزهايمر. لا، احنا عندنا نسيان بسيط، وحضرتك قلتي انه في الطبيعي. انا بشكرك جدا دكتوره دينا عبد الجواد زمزم، استاذ المخ والاعصاب جامعه عين شمس. نورتينا يا دكتور، ونشوفك على خير ان شاء الله. ربنا يدينا جميعا الصحه والعافيه، ويمتعنا بعقولنا وبقلوبنا وبكل صحتنا العامه ان شاء الله. هناخد فاصل وهنرجع بعد الفاصل انا وهدى مع الشيف نهى عشان نشوف اطباقنا في شكلها النهائي.